كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه سنة مهجورة لا يعرفها إلا القليل، أسأل الله أن يجعلني وياكم منهم. كان يدعو بتسلسل يتكون من خمس مراحل، ركز معي الآن واحفظها. طبعا المكان أنا ذكرت لكم الدليل والسند موجود في تصحيح الدعاء، كتاب صحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد. كان عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ الدعاء يثني على الله، ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي ويسلم على نفسه. فأنت الآن تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد إيش؟ بعد الثناء. ثم تقر بذنوبك، تقر بذنوبك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم بعد ذلك تدعو بما شئت، تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. ثم إذا أردت أن تختم في دعائك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحمد الله، يعني بدأت بالحمد وانتهيت بالحمد. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.